جماعه محدش يزعل مني بعد اذنكم، محدش يزعل مني. طاهر محمد طاهر واحد من نجوم النادي الاهلي. من حق حضرتك ومن حقنا كلنا ان احنا ننتقد من لا يؤدي. طاهر ما كانتش الكره ماشيه معاه، ولكن دايما بيموت نفسه، دايما بيجري، دايما عايز ياخد الكره من هنا وعايز ياخد الكره من هنا وعايز ياخد الكره من هنا. النهارده واحد من افضل اللاعبين ان لم يكن افضل لاعب، طاهر محمد طاهر. المباريات السابقه بالمناسبه كان بيؤدي بشكل جيد، كان يعني بيبذل مجهود كويس جدا، ولكن الكره ما كانتش ماشيه. لما الكره مشيت المستوى بتاع طاهر رجع مره تانية، مستوى رائع وجيد. ومن فضلكم انا قلت قبل المباريات دي، قبل ما سلسله المباريات دي تبدا، قلت لكم يا جماعه من فضلكم لكل جمهور النادي الاهلي، عايزين نقف مع لاعبتنا، عايزين نقف في ظهرهم. اللي وحش فيه، اللي وحش في هؤلاء اللاعبين، نقف في ظهره اكتر. طاهر ضيع ضرب جزاء، الحمد لله كسبانين ثلاثه، يعني شاطها بشكل بتحصل عادي. ايه اللي حصل؟ كسبانين ثلاثه وهو عامل مباراه جيده. طبعا انا واحد من الناس كان نفسي ان طاهر يجيب الجون ضربه الجزاء، ولكن خلاص ما حصلش حاجه يعني. ان شاء الله يجيبها لنا المباراه اللي جايه او اللي بعدها او اللي بعدها كيفما يرتاى لكره ان هو يلعب. واحد من افضل اللاعبين في هذه المباراه كولر اللي قال الكلام ده بالمناسبه، وقال ان الفريق بياخد مباراه كل 48 ساعه.